عليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. حكم المرأة التي تتودد دائما إلى زوجها وهو لا يقبل هذا بالتقدير يا شيخ، يسترها جزاها الله خيرا، تتودد الطيبات لله. أثناء لا توددي واستمري في الخير. أنت في كل صلاة تقول التحيات لمن؟ لله. كملي كده للتحيات. التحيات لله، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. المهم إنك بتقولي بغض النظر عن التحيات لله والصلوات والطيبات، إنك بتقولي الطيبات لله، صح؟ فانت بتعمل الطيبات لمين؟ لوجه الله. لله. خلاص اعملها لله ولن تضيعي، بس. شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك. تحيات لله والصلوات والطيبات.